يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: صليت أنا وبعض المأمومين خارج المسجد فانقطع صوت المكبر. يقول صليت أنا وبعض المأمومين خارج المسجد فانقطع صوت المكبر ولم نسمع صوت الإمام ولم نستطع الاقتداء بمن خلفه، فقام أحد المأمومين وتقدم وصلى بنا إماما وقطعنا متابعتنا للإمام الأول. سؤاله: هل فعلنا هذا صحيح؟ إن شاء الله هذا فعل صحيح. إذا انقطع الاقتداء بالإمام وأنتم في الصلاة وتقدم واحد منكم كمل الصلاة، لا بأس بذلك، قد أحسن في ذلك. نعم.